السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين هي؟ يعني زفيزف والخلوطة. يتساءل سائل ما الذي يجري داخل أسوار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم؟ وهل هناك مؤامرة لإسقاط زفيزف من دالي إبراهيم؟ يعني وين المؤامرة؟ وين تتبنى في دالي الدوحة وتطبق في دالي إبراهيم؟ تتبنى في دالي الدوحة وتطبق في دالي إبراهيم، يعني ما فهمناش. يعني هذا ما يدور في أواسط يعني بعض يعني الأمور على بداية استقالات. يعني هذه مؤامرة أم هي تطبيق يعني والتزام بتطبيق القوانين؟ هذه ما زال ما بانتش، ما زلنا ما عرفناهاش. نقول لكم ونعاود لكم يعني وين ربما يعني وين شاهدنا حتى وين يقول لك باللي زفيزف ومنير دبيشي. انا على بالي باللي منير دبيشي ولا يسير فيها. شاهدنا وين حضر قال لك منير دبيشي، على بالي منير دبيشي هو اللي نيقوسا مع تونس باش البارتية. منير دبيشي هو ما يدي مع زفيزف ويقلعوا يروحوا لفرنسا وشافوا اللعابة وجابوا هذا بو عناني وجابوا معليش. خلاو المشرف يقول بلي أنا خلاو المشرف. أنا ولولي التصويرة يعني في فرنسا نهار الأول المشرف مع بو عناني ولا شايبي ولا ايت النوري ولا عوار ولا ورونا اذا كاين عندكم ورونا. ماشي دروكا وريتو انا مقبل، ورونا من المارس ولي الراون، من المارس ولي الراون. ماشي دروك دروك على بالنا قاعد يقعد حداه ويهدر. ورونا من المارس ولي الراون. هذه هي انا قاعد ضدكم في هذه الهضره اللي تهضروها تاع المشرف هو اللي جاب اللعابه. خاطش عليه انا كي نشوف كاين اللي يطيح على يقولوا له قالنا لك طرد منير دبيشي. خاطش عليه هو يوصل الهضره لهذ الناس يقول لهم ها شكون اللي دار مشكله، ها شكون ها شكون ها شكون ها شكون منير دبيشي منا. هما على كانوا يكرهوا منير دبيشي. منير دبيشي يعني وين قال مكلب الاعلام دير البيان بلي غادي نلعبوا مع تونس، ما بغاش يديرها. قال لهم لا، جات من الفوق قالوا له قال لهم لازم تريفيزو لي البارتيات تاع تونس. ضروك ضرب ميسابو ما بغاش يديرو. توانسه داروها باك شفتو، توانسه داروا بلي نلعبوها انا ساعه هي نورمالمون هذه يديروها تاع وعلى انا ساعه نلعبو كلش داروها توانسه. نهار اللي قلنا بلي عوض ايت نوري سي بون صاي في الجزائر الغدوه ان شاء الله شكون اللي يخرج؟ خرج مكلب الاعلام كذب قال ما كاش منها. قال انتوما كنتو تقولوا بلي عوار وراخر ما كاش منها. من بعد كي ولات منير دبيشي مع الصديق تاعو تاع فرونس 24 جزائري هذاك وين طلق بيان طاه قال له هدرها انت هدرها. كي خرجوها في فرونس 24 الناس سكتت كلش حبس. المتابع للشأن الكروي يعرف جيدا تركيبة هذا المكتب، اي مكتب جاهز زفيزف والمكونات التي اخذها بعض ممن كانوا مسؤولين وما زالوا يعبثون بالكره الجزائريه لحساب يعني اكاديميه الزليج والحقره مجرد مزح تحت حمايه حامي المقدس الاول في الجزائر. فبمجرد ذكر اسمه تفتح ابواب الاتحاديه على مصارعها لهم ولاحبابهم وقواديهم. من جبرتكم يا مقدس. دعونا من كل هذا فليكن فرعون موسى وتعالوا بنا نرى أحوال هذا الاتحادية أو هذا الاتحاد أو الاتحادية الذي يسير لا حبيب ولا صديق. فحسب الأصداء والخراجات رئيسها زفيزف وبعض الإعلاميين مقربين أو أصحاب المصادر فيها وين تعاني من أزمات قانونية وخاصة مالية زد عليها التنظيمية. وأخطر شيء هو دسائس والاجتماعات غرف المظلمة. نعم عزيزي زفيزف، فدخول الحمام ليس كخروجه منه، وقبعة الرئيس ليست كقبعة المناجر أو أن تكون تحت قبعة الرئيس كالحاج محمد راوراو. الآن لم يمر عام على تنصيب زفيزف وسمعنا ما سمعناه ونشر ما نشر من فضائح
يعني وحال يعني وحل خزينة المال فضيحة أكاديمية يعني والكثير والكثير. يقال قائل وما دخل زويز وهو جديد في منصب يعني منصب يعني، وهذا الأزمات مجرد تراكمات تنجب تنجت يعني من عن سابقيها، ووزير وزد الوزير والوزير، ولا ننسى تدخلات وزير السعادة وما أدرك ما وزير السعادة الذي في فترته حول الاتحاد كرة القدم الجزائرية في خدمته الشخصية يعني بال يعني يعني حولها تخدمة يعني ليجي لازم يخدمة ليجي لازم يخدمة. علاش عندنا واحد المرأة تهدر قالت لهم قالت لهم المدرب قال لي زويزف هو ناس ملاح وهو اللي يجي رئيس عاونوه، هي هدرتها ما حسينا هدرتها خرجتها بلا ما تحس ما حسينا ما عرفناك. احنا كنا نقول لكم باللي شكون اللي دارها يعني وين كان يدافع الناس جزائر كومبلي تقول باللي زاتشي لازم يروح، هو خرج قال لهم زاتشي يقعد وضرب عليه باش يقعد والله غالب الورقه تاعو طاحت، وزاد التاليه من خرج يدافع على زاتشي. زاتشي تشهد انت بيت تتهمنا بلي زاتشي زاتشي ردك غاني اغنياء مرت هذا مكة. نعم صديقي فزويزف يتحمل ما سبق وما حضر وما هو اتي، احببت ان تكون رئيس واتيحت وان اتحت مع يعني وان اتحت مع الشيطان بين القوسين من اجل هذا المنصب فتحمل وزرها اليوم. كان لزويزف أن يفرض منطقه ويجلب مكتبه من الأول وأن يكون صاحب القرار وليس رئيس الظل تحت رحمة أي أحد حتى ولو كان وزير السعادة والنكبة. كان على زويزف أن يتحمل ما مضى بفرض تحقيق موسع وهو الذي اشتكى نقص المال، ويتحمل ما حضر ومن واجبات وتطلعات خاصة في معترك السباق لنيل تنظيم كأس إفريقيا 2027 راحت 2025، ويتحمل كذلك ما هو قادم سواء كان يعني إيجابي أو سلبي، فهو رئيس اللعبة بمرها وحلوها. في الأخير يعني وين يجب تحقيقات معمقة يعني من 2017 1200 مليار أي أروح نقول لكم عيب كو يروحوا التحقيق وحتى التحقيق نقول لكم عليه هما كي نجيب ده يا يموتوا يموت لهم نص. عيب باللي كو يروحوا خلينا من الكابا عيب كو يجبدوا امر واحد يروحوا واحد الملف تاع نهار اللي راحوا جابوا الفراشيت والكوفيرتات وجابوا الخليطات وجابوا منه وجابوا صوالح جابوا من البرتغال يوم تاكو يجبدوا ذاك الملف لي فاكتير. يعني نقول لك باللي اللي جاب السلعه ويدخل الحبس اللي يربد الكراتين يدخل الحبس. يا راهي كارثه فماك، راهي اكبر سرقه صرات في تاريخ الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، اكبر سرقه 2020 2021 اكبر سرقه. على الناس يقول لك يا ودي هو كلش مبلع في 2020 وخسروا 263 مليار 263 مليار 253 مليار ولا ما شحال خسروها كلش مبلع. يا وزو كل يربدوا يديكم نقول لكم كلمه، اي نتوما اللي ربدتوا يديكم وغادي تروحوا فيها هذه لافيره. يا راهي ديكه كبيره غادي نهار اللي يحلوها غادي يصرا كيما ذاك الفيلم، واحد الفيلم كانوا لي جا في البحر وطلقوا مع شطقوا سلكانة تاع البابور ومن بعد جبدوها وخرجوا ذوك الموتى وانتقموا يا وتعكو يجبدوا هذاك الملف ويحلوه، تعكو يجبدوا ذاك الملف تاع اللي راحوا جابوا الفراشيط من 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 البرتغال دراهم تهريب العمله صعبه. اقسم لكم بالله العلي العظيم يا غير ربي اللي راه داري انا راه على بالي الرب العالي راه على بالي كاشر على بالي انا يعني بصح الله غالب الله غالب. يعني انما الا لظرف او ولا مكان ولا زمان مناسب لكي تطفو وتظهر مشاكل وعراقيل تعرقل يعني زبزاب لخدمته شخص او شخصين همهم مصلحهم فقط. زويزف طلع دوك الدوسيات قبل لا يدوروا عليك. غادي نقول لك راه حمار ساكت تخلي الحبس وساكت، انت
طلع اش كاين، انا نقول لك طلع اش كاين، طرطك 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 طرطك، ما تخاف طرطك، انا نقولها لك. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وديما معاكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.